بخير وافيه. أهلا بك هارون وماجدة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى الحصاد الاقتصادي. إذا في تعليمة حملت طابعا استعجاليا، أمر الوزير الأول عبد الملك سلال طاقمه الحكومي باتخاذ إجراءات عملية لترشيد النفقات على مستوى دوائرهم الوزارية. فوزية مسعدي والتفاصيل. يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ بداية هذه السنة بسبب انهيار أسعار البترول قد فاجأت الحكومة ودفعت بها للمساس بصميم مشاريعها وخططها الاقتصادية. فبعدما أسالت بداية حملة التقشف هذه الكثير من الحبر، خصوصا وأن وجهتها الأولى كانت تجاه المكاسب الاجتماعية للمواطن، ها هي اليوم تتخذ من أعضاء الحكومة والوزراء السامين مسارها الآخر، حيث كشفت مصادر حكومية لموقع كل شيء عن الجزائر عن مراسلة الوزير الأول عبد الملك سلال لتعليمة جديدة يدعو فيها وزراءه لاتباع كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار سياسة الترشيد، مذكرا فيها عن التنفيذ والتطبيق الصارم لها. الوزير الأول وفي مراسلته دعا وزراءه للتخفيض من مختلف التكاليف والنفقات، لعل أهمها تخفيض تكاليف الاتصال بالهاتف النقال أو الثابت، تخفيض تكاليف التنقل، إعادة النظر في بعض التكاليف الغير ضرورية مثل تبادل وتقديم هدايا نهاية السنة، حجز المقاعد بالدرجة الأولى على متن الطائرات لا يخص سوى الوزراء، بينما سيتكفل باقي المدراء التنفيذيين والمركزيين بتسوية تكاليف تذكرتهم التي ستكون تذكرة سياحية كباقي المسافرين. ترشيد النفقات مس كذلك الميزانية المخصصة لسيارات الخدمة التابعة لكل وزارة، حيث دعا سلال الوزراء للتخفيض بنسبة 50% من الميزانية المخصصة لاقتناء سيارات الخدمة. عقد المظاهرات والمؤتمرات واللقاءات كذلك معني بسياسة الترشيد هذه. هي أبرز النقاط التي تضمنتها تعليمة الوزير الأول عبد الملك سلال لوزرائه. ليبقى السؤال، هل سيطبق فعلا وزراء سلال هذه الإرشادات؟ Ces investissements, ces acquisitions, tout ça.